الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين على المتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع على برنامج الإحسن، لاحظوا لي، نموذج المدخلات والمخرجات. نفترض بأن الآن نتعامل مع ثلاثة قطاعات: قطاع الغذاء، وقطاع الطاقة، وقطاع العمل. هنا الآن يعني الصفوف هذه تعبر عن المخرجات من كل قطاع، فهذه مخرجات قطاع الطعام، وهذه مخرجات قطاع الطاقة، وهذه مخرجات قطاع العمل. لكن هذه المخرجات تذهب إلى القطاعات البينية. لاحظ مثلا، لا، حتى نفسر هذه الأرقام، نذهب عموديا تحت عمود الغذاء فود. هنا إذا يعني حتى ننتج وحدة واحدة من الغذاء، هناك مدخل من الغذاء نفسه مقداره 13 وحدة، وحتى ننتج وحدة واحدة من الطاقة هناك مدخل من الغذاء مقداره 2 بالعشرة من الوحدة، وأخيرا حتى ننتج وحدة واحدة من العمل هناك مدخل من الغذاء مقداره 13 الوحدة. وبالتالي هذه القطاعات الثلاثة، الغذاء، الطاقة، العمالة، استفادت من قطاع إيش؟ الغذاء. نذهب إلى القطاع الثاني هلأ. حتى ننتج وحدة واحدة من الغذاء، وحدة واحدة من الغذاء هناك مدخل من الطاقة مقداره 10 وحدة، 1 بالعشرة من الوحدة، وحتى ننتج وحدة واحدة من الطاقة هناك مدخل من الطاقة نفسها مقداره 13 وحدة، وأخيرا الآن حتى ننتج وحدة واحدة من العمالة هناك مدخل من الطاقة مقداره 20 أو 2 بالعشرة من الوحدة. العمود الأخير اللي هو مدخلات قطاع العمل حتى ننتج بقية يعني بقية القطاعات. فحتى ننتج وحدة واحدة من الغذاء هناك مدخل من العمالة مقداره 14 وحدة، 4 بالعشرة، وحتى ننتج وحدة واحدة من الطاقة هناك الآن 10 وحدة من العمالة، وأخيرا حتى ننتج وحدة واحدة من العمالة هناك مدخل من العمالة، من العمالة ذاتها 13 وحدة. هذا الآن المصفوفة بنسميها إحنا مصفوفة المدخلات، عفوا هو المدخلات المخرجات. هذه المدخلات الغذاء، الطاقة، العمالة. المخرجات نفسها الآن الغذاء، الطاقة، العمالة. يجب أن يكون مجموع كل صف أو عمود حد أقصى واحد صحيح، لأنها تمثل جزء يعني نسبة معينة، 30%. لاحظوا لي 30% من الغذاء يذهب إلى الغذاء نفسه، و20% من الغذاء يذهب إلى الطاقة، و30% يذهب من الغذاء إلى العمالة. هنا نفس التفسير لكن أرقام تختلف. 10% من الطاقة تذهب إلى الغذاء، 30% من الطاقة تذهب إلى الطاقة، 20% من الطاقة تذهب إلى العمالة، وأخيرا 40% من العمالة تذهب في إنتاج، طبعا 40% من القوى العاملة هنا طبعا تذهب إلى إنتاج الغذاء، و10% من العمالة تذهب إلى إنتاج الطاقة، و30% من العمالة تذهب إلى إنتاج العمالة، طبعا تدريب أو شو ما كان يعني تفسيرها. فهذا هو جدول أو مصفوفة المدخلات المخرجات. الاقتصاد بنتج كمية غير معروفة لحد الآن من الغذاء F، الطاقة E، والعمالة L. هذه غير معروفة لدينا. لكن سؤال بسيط، إذا أردنا الآن أن نلبي طلبا نهائيا صافيا، هذا نسميه الطلب الصافي، طلبا نهائيا ربما للتصدير، مقداره 1500 من الغذاء، 200 من الطاقة، و500 من العمالة، كم يجب علينا أن ننتج؟ كم يجب أن تكون أكس بالحالة هاي؟ كم مقدارها مجهول حد الآن. فكم يجب علينا أن ننتج أكس؟ ماذا أكس؟ تتكون من الغذاء مجهول، الطاقة مجهول الكمية، والليبر اللي هو العمالة مجهول. إذا أردنا كم يجب علينا أن ننتج أكس؟ إذا أردنا أن نلبي طلبا نهائيا دي، مقدارها 1500 من الغذاء،
200 من الطاقة و500 من العمالة. فمعنى ذلك الآن بأن A إذا ضربناها بأكس فبتعطيني نسبة المدخلات من كافة القطاعات التي يستهلكها الاقتصاد نفسه أو عملية الإنتاج هذه، عملية الإنتاج من الغذاء والطاقة والعمالة تستهلك نفسها بنفسها، لكن يبقى فائض. الفائض هو إذا حددنا قلنا بأن الطلب النهائي أو الفائض هو 1500 و200 و500، فكم يجب أن تكون X؟ إذن الآن X هنا هذه المعادلة البسيطة بدي أنقلها هنا بس يعني حتى أوضحها. الآن X هي الكمية الكلية التي يجب إنتاجها، سيذهب منها هاي سالب نطرح منها، سيذهب منها ماذا؟ هذه النسب مضروبة في الكمية نفسها تساوي الطلب النهائي اللي هو دي. يعني إذا ضربنا هذه المصفوفة الآن في هذا العمود لازم يعطينا 1500، فكم يجب أن تكون أكس بهذه الحالة؟ بسيطة. من خواص المصفوفات الآن إذا أخذنا الآن أكس عامل مشترك، ورغم أنها هي مصفوفة، لاحظوا لي هي عمود متجه لكن مصفوفة على شكل عمود، إذا أخذناها عامل مشترك خارج القوس هنا يبقى لدينا The Identity Matrix اللي هو مصفوفة الأحاد، سأبينها بعد قليل، مطروح منها A. خلينا أغير لون هذه A، أضعها باللون هذا أفضل لنا حتى نبين، مضروبة في X لاحظوا لأنه أخذنا X عامل مشترك تساوي دي. فالسؤال الآن كيف الآن نحصل على I و A و X وهكذا؟ هنا الآن I هذه واحد صحيح هنا، وخليني بس أنصصها في منتصف الخلايا وأكبرها شوية. أوكي ممتاز. هنا طبعا صفر، هنا صفر لأن مصفوفة الأحاد صفر، هنا واحد صحيح، هنا صفر، وهنا الآن صفر صفر، هون واحد صحيح. لاحظوا لي مصفوفة الأحاد القطر الرئيسي، أوكي بدي أميزه هنا بالبولد، وهذه اللي هي السميكة، يتكون القطر الرئيسي من أحاد واحد 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 بقدر يعني أبعاد هذه المصفوفة ثلاثة في ثلاثة، فبكون الآي ثلاثة في ثلاثة، فواحد واحد واحد في القطر الرئيسي وأصفار في كل مكان آخر، دعنا نميزها كلها بالبولد، هنا أصبحت السميكة. الآن نطرح منها ماذا؟ نطرح منها الأي، هذه الأي الآن بذهب هنا وأنسخها، بعمل كوبي وبعملها الآن بيست هنا، بلصقها هنا لصق هذه الآن، ممتاز جدا. إذن الآن I هذه I، هذه I ناقص A، ناقص A مضروبة في X، فقديش بالله الآن يعني بدنا نطرح هاي سالب هاي، هذه سالب هاي، هذه سالب وهكذا. فآجي على هنا العمود هنا بقول له تساوي هذا المقدار مطروح منه هذا المقدار، بضغط انتر بطلع عندي 7 بالعشر. خليني كلياتي اضحهم بالنص هنا وارفع اعملها سميك، بطلع عندي هذا الان 7 بالعشر موجب. لاحظوا لي ممكن اني انسخها هكذا، فرأسا اعطاني هذا المقدار سالب هذا المقدار، هذا المقدار سالب هذا المقدار، هنا ادي على هذا الان مقابل هنا تساوي هذا المقدار سالب هذا المقدار، أضغط انتر بطلع عندي سالب واحد صحيح، بنسخل الأخير بطلع عندي الآن بقية الخلايا، وأخيرا تساوي هنا هذا المقدار مطروح منه هذا المقدار، أضغط انتر أعطاني 4 بالعشرة سالب، بنسخل الأخير بعطيني بالحالة هاي I ناقص A فقط، I هنا I ناقص A مضروبة بأكس هنا، هاي الضرب هذه الضرب هنا مضروبة أكس اللي هو F و E و L، لأنه أكس عددناها كمية الغذاء كمية الطاقة كمية العمالة المجهولات، لكن I ناقص A هذا هو المصفوفة اللي يعني حسبناها قبل قليل. لاحظوا لي القطر الرئيسي 7 بالعشرة 7 بالعشرة 7 بالعشرة، طبعا ليس رقما سحريا بس بالصدفة طلعت معنا هيك،
كل موجب وما دون ذلك كل سبب. لماذا؟ لأنه الآن هذا الواحد واحد واحد جايات موجبات بالقطر الرئيسي والأصفار في كل مكان آخر. فعندما نطرح من هذا من هذا من هذه المصفوفة نطرح هذه المصفوفة الآن، خليني بس أضعها بشكل مميز هنا وهكذا. عندما نطرح من هذه المصفوفة هذه المصفوفة تعطينا هذه المصفوفة. إذا نضربها الآن ب F E L اللي هو متجه X من الغذاء من الطاقة من العمالة. السؤال البسيط الذي يطرح نفسه الآن، يعني بس أحطها هكذا، كيف يمكن لنا أن نحسب X إذا علمنا بأن I ناقص A تساوي هذا المقدار وبالأخير تساوي D؟ لاحظوا لي هون الآن هذا اللي هو I ناقص، عندما أخذنا عاملا مشتركا هنا، أرجو الانتباه أحبتي، لما أخذنا X عامل مشترك هنا طلعنا X هنا وتساوي دي، بقيت دي في الطرف الأيمن من التساوي. إذن هنا هذا الآن الايدنتي ماتريكس بطروح منه الاي ماتريكس، طلعت هذه مضروبة في هذه تساوي دي، يعني هنا الآن دي بعملها نسخ وبجيبها هنا بقول له الآن دي وتساوي هذا المقدار بالضبط، كوبي ثاني مرة بحطه هنا بيطلع عندي بالضبط هذا الحكي. الآن السؤال كيف يمكن لنا أن نحسب X إذا علمنا بأن I ناقص A هذا المقدار، X مجهولة لكن D معروفة، معروفة الآن بالميتركس الجبرة. إذا ضربنا الآن هذه المصفوفة I ناقص A ضربا قبليا بمصفوفتها المعكوسة، هذه المصفوفة ضربناها ب I ناقص A ضرب X، ما يضرب في الطرف الأيسر ضربا قبليا يجب أن يضرب الطرف الأيمن ضربا قبليا، وبالتالي إذا ضربنا المصفوفة المعكوسة I ناقص A بالمصفوفة الأصيلة I ناقص A بيطلع عندي الايدنتيتي، تبقى فقط لأن الايدنتيتي يعمل عمل الواحد صحيح بالحسابات العادية، فيبقى لدينا X. والآن بالطرف الأيمن I ناقص A الكل انفس مضروب في دي بعطينا الجواب النهائي، ما هو المقدار الواجب الآن إنتاجه من الطاقة من الغذاء من الطاقة ومن العمالة الذي الآن يلبي طلبا نهائيا مقداره 1500 و2500. إذن هون لابد من الآن حساب المصفوفة المعكوسة لآي ناقص A. آتي هنا على الخلايا الثلاثة، هاي ثلاثة بالثلاثة بضللها وبقول تساوي، هنا تساوي، أذهب إلى فورمولا، أذهب إلى ماث أند تريجونومتري، وأذهب إلى ما يسمى بالإنفرس ماتريكس. هذا M إنفرس بعطيني بالضبط الآن كيف أحسب المصفوفة المعكوسة I ناقص A الكل إنفرس. بضغط عليها، ضغط عليها بيقول لي حدد لي المجال الأري أو الأري. فالآن بما أنه هون عندي المربع هذا أو الدايلوج بوكس هنا، بعد الآن بضغط هنا عندي هاي المؤشر عماله بلينكينج، أذهب إلى هنا وأضلل كل الخلايا اللي بدي أعملها inverse أو مصفوفة معكوسة. بعد ما أدخل بضغط control shift وانتر، طلع عندي الآن control shift انتر، طلع عندي المصفوفة المعكوسة. هذه هي المصفوفة المعكوسة، هاي هي المصفوفة المعكوسة. خلينا أكبرها شوية حتى تكون واضحة. أوكي كبرناها. إذا ضربنا الآن هذه المصفوفة المعكوسة في المتجه دي، هذا 1500 و200 كذا بيطلع عندي، طبعا 1500 و200 و500 بيطلع عندي الآن كم يجب أن تكون X. أذهب إلى هذه الخانات الثلاثة وأذهب ثاني مرة إلى الفورمولا والترينجونومتري وبروح على ضرب المصفوفات ماتريكس مولت، هذه M مولت ماتريكس مولت. ماذا بماذا بيسألني هو؟ بدي أضرب الآن الآر الأولاني اللي هو المصفوفة المعكوسة هاي، والآر الثاني عندي الآن هذا العمود هنا. بعد ما انتهيت بضغط Control Shift وبطلع، عفوا في عندي إشي غلط هنا، خلينا أعملها Clear بعد إذنكم. جيجا هوم هم هنا، هاي كلير كلها، بدي أضرب هاي المصفوفة بهذه، أذهب هنا بظللهم كلهم.
بعدين تساوي اذهب الى فورمولا ماث اند تريجونومتري واروح على ماتريكس مولت. هذه ماتريكس وين ماتريكس مولت؟ هذه ماتريكس ام مولت. هذه الان سالني بالضبط كم مصفوف هنا، فبذهب الى هنا واحدد هذه اكس اي ناقص اي الكل انفرس حددتها، وهنا الان كاني ضغط على الزر الخطا قبل قليل واحدد الان المصفوفه الثانيه. انتهى الامر الان، وضعت كل الاشياء كنترول ان كنترول شيفت انتر بطلع عندي القيم. هذه القيم النهائيه لاكس واي اللي عفوا لاكس خلينا نحطها بالنص اللي هي اكس. ها ماذا اكس هنا؟ هذا الان كميه الغذاء، خلينا نحطها باللون الاخضر كما ذكرناها قبل قليل. وهي كميه الطاقه، عفوا هاي الطاقه هنا اللي انتجناها، وهي كميه العماله. اوكي، فلاحظوا لي الان يجب على هذا الاقتصاد ان ينتج 4151. هيك هنا اكسها، هاي لاحظوا لي هي اكس، خلينا نعملها كوبي هنا وفي وارد اعملها هون. هاي الان المصفوفه او المتجه اكس، 4151 وحده من الغذاء، 1906 وحده من الطاقه، 3038 وحده من العمل. هذه كلياتها هي مقدار الانتاج الكلي من اكس. يذهب منه هذه النسب داخل الاقتصاد، والطلب النهائي منه 1500 من الغذاء، 200 من الطاقه، و500 من العماله، ربما للتصدير، ربما للتخزين، لاي سبب اخر. فهذا هو الانتاج النهائي من عفوا الانتاج الكلي من اكس، وهذا الطلب النهائي. اكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا ان اكون قد قدمت لكم الفائده جميعا احبتي، والى لقاء قريب اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.